جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أكثر المجالس، نسأل الله السلامة، يكثر فيها القيل والقال والغيبة والنميمة، فهل من كلمة جزاكم الله خيرا؟ نعم، الكلمة هي نصيحة المسلمين لتجنب الغيبة والنميمة في مجالسهم وفي غيرها، لأن الغيبة والنميمة كبيرتان من كبائر الذنوب، يذهبان بالحسنات ويجلبان الإثم، وفيهما ظلم للناس أو وقوع في أعراضهم. قد حرم الله أعراض المسلمين كما حرم دماءهم وأموالهم، قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن صاحب القبر يعذب في قبره بسبب النميمة، وأنه كان يمشي بالنميمة. النميمة كبيرة وحرام شديدة التحريم، وهي نقل الحديث بين الناس على طريق الوشاية والإفساد. وأما الغيبة فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هي ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، رأيت إن كان فيه ما نقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. نعم.